كنت عايزة أعرف من حضرتك الفايدة اللي بتقدمها هذه التحركات من قبل وزارة التموين في عملها للمرحلة الجديدة إن شاء الله، تنفيذا للبرنامج الحكومي الجديد، وموضوع إضافة المواليد الجدد الشروط هتكون عبارة عن إيه، وإيه اللي هتضيفه للمواطن المصري؟ بداية بوجه التحية لكل مشاهدينك، وطبعا الشعب المصري كله سعيد بالبشرة والبيان اللي طرحه معالي رئيس الوزراء امبارح، والحمد لله على الفور معالي الوزير ابتدى يعمل التحضيرات الهامة علشان نقدر نكون عند يعني حسن ظن الجميع. وان شاء الله احنا طبعا عندنا يعني كم كبير من مواليد ما تضافش، يمكن نقدر نقول 10 سنين، وده هيكلف الدوله مبلغ العديد من المليارات. وان شاء الله احنا هنكون يعني مستعدين ان شاء الله بكل الجهود. وفي هذا الشان انا بدعو كل طبعا الاخوه الشباب الجميل المصري ان هو يشترك معانا ان شاء الله في كل مكتب، اللي هم خريجين كليه العلوم وخريجين كليه التربيه، اللي هم بيجيدوا العمل على الكمبيوتر عشان يساعدونا، لان احنا هيبقى علينا ضغط شديد جدا. وارجو ان هم يقدموا مبادره طيبه علشان نقدر نسجل كل مواليدنا ان شاء الله، ودي هتبقى حاجه سعيده جدا لكل محدود الدخل، وان شاء الله اكيد طبعا سعيده لكل محدود الدخل، وهنتكلم عن ده في النقطه الجايه. لكن دلوقتي استاذ هشام عايزه اعرف من حضرتك الشروط بالظبط اللي هتكون معتمده لاضافه المواليد الجدد، وحضرتك ذكرت قبل شوية ان الدولة بالتالي هتحتاج لفلوس اكتر عشان تقدر تحقق ده. يا ترى هل تمت المطالبة من وزارة التموين، طلبت الدولة وزارة المالية بانه تعتمد المزيد من المبالغ في الميزانية الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية؟ ما ان شاء الله طبعا ده في ظل الحمايه الاجتماعيه والاصلاح الاقتصادي. طبعا بالتاكيد معالي رئيس الوزاره عامل حسابه ان هيكون في دعم اضافي هيتقدم بيه مذكره لمجلس النواب علشان يعتمدها، لان كل فرد هيخش دلوقتي في الاسره، اذا كانت الاسره اثنين وهيتضاف طفلين، يبقى كل طفل او كل مولود هيخش ب 50 جنيه بالنسبه للسلع وخمس سرغفه يوميا بالنسبه للخبز. فده طبعا تكلفه بالنسبه للسلع وتكلفه بالنسبه للخبز قمح ودخيل. فان شاء الله يعني هيكون في استعدادات قويه. والجزء الثاني على وزاره التموين ان هو سرعه استلام الطلبات وتسجيلها على النظام، وسرعه استخراج البطاقات وتفعيلها علشان يحس كل مواطن بتخفيف العبء بالنسبه للسلع التموينيه وبالنسبه للخبز. طب سؤالي ليك، هل في عدد تقديري تقريبا لعدد الاطفال اللي هيتم اضافتهم بالفعل السنه دي 2018، وايه الموازنه يا ترى المتوقعه لهذه الاضافات؟ بص حضرتك، هو مع تداول الافكار والحوارات مع كل الزملاء، احنا عندنا تقريبا اكثر من 10 سنين ما تمش اضافه المواليد. فاحنا مقدرين تقريبا يعني ممكن يكون لا يقل عن نص مليون خلال كل سنه. فاحنا هنستقبل في 27 محافظه هنستقبل حوالي 5 مليون حسب تعداد كل محافظه. فان شاء الله هيكون مجهود شديد جدا، وان شاء الله يعني هيكون مجهود يعني قوي بالنسبه في المكاتب علشان نقدر نسجل كل الكم دوت. ونطلب بس من المواطنين ان هم يعني معلش يراعوا ان المكاتب مرت بشويه ظروف صعبه، وعندنا مجموعه من العاملين خرجوا على المعاش. وان شاء الله احنا هندعم المكاتب ان شاء الله، اللي هي هتبقى ان شاء الله هي اللي هتبتدي التسجيل وتبتدي ترفع كل الطلبات دي على النظام.